السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم قال الملك عبد الله، الله يغفر له، يسكن أهل الجنة ومواتنا وموات المسلمين أجمعين، يوم جاء في الجنوب 1419، قال استقبالا حافل ما حصل في أي مكان في الأرض، حتى أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي والمستشار الألماني و الرئيس الصيني، دول كثيرة جات حوالي 20 برقية يهنونه بهذا الاستقبال. المهم القبائل خيمت، كل قبيلة بنت لها مخيم، بها قبيلة بنت لها مخيم، وعندهم شيخ على اسمه شيخ، على اسمه شيخ اللي يقول شيخ، لا في الجهل ولا في الإسلام، الله يغفر له ويجعله إن شاء الله من أهل الجنة المغفور لهم بإذن الله، والدنا ووالديكم ووالدي المسلمين أجمعين. المهم الشيخ هذا جاء عند ربعه في المخيم، ويوم جاء عند ربعه في المخيم وهو يدخل في خيام، الخيام هذه اللي لها عمدان حقت المناسبات، ما هي بالخيام الأوروبية، لا الخيام حقت الأفغان هذه. المهم يوم جاء وقلط وبغت تعثر له جولية، بغى يطيح جوليته من عطفه ونشبت رجله فيها، بغى يطيح، فضحك واحد وزعل، قال ما اللي ضحك علي؟ ما اللي ضحك علي؟ يلا دعوته بندق، دعوته ما توقف، قال ما اللي ضحك علي؟ الله يجعلها في جبهته قبل ان اجلس. قالوا قلت قلت ابو فلان يا رجال ما عليك من بعض الامور، يجيك في زلة الحديث يغبون. قالت يوم دخل في وجه المجلس واستدار، حياهم شدهم وش حالهم، هو يجي ذاك الهواء الخفيف وهو يرفع الخيمة وهو ينشل العمود ويحول على اللي ضحك على الشيخ وهو يطشه بين عيونه لكل حمرة في الأرض، لو الله الدم يصب. أما الثانية قصة ثانية في نفس الزيارة في بيشة، خيموا القبائل في بيشة، يوم خيموا لبه قبيلة خيموا ولحولهم قبيلة ثانية من هالبيشة، قالوا نبغى من عندكم كهرب، قالوا القبيلة ذي ولا يهمكم نعطيكم كهرب، عندهم ماطور جديد كترب الأرض 150 كيلو بيعمر لها 1000 خيمة. قال وثره الواحد مشتريه جديد، ويوم اشبكوا قبل المغرب قال لا 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 تشبكونها، يقول راعي الماطور اللي جابه، قال لا تشبكوا كل العرب ذول ما يستحمل الماطور، ما نبي فرط في الماطور حقي خرب مولد. يوم جسات المغرب لهم يعتذروا منهم، قالوا والله عيّر على الماطور ما يشبك لكم كهرب، وهم قوم وهم يتعجون وكل واحد راح على طير وجهه ويقول لهم بعدة مواطير وشغلون كهربهم. يوم شغلوا كهربهم قالوا ايش رايكم، ايش رايكم بالربع ذول اللي اركنونا من الكهرب، ويوم جاء ضوى الليل منعونا منه، ولا فيهم عيانة عيان تنعيلون، لكن والله ما أدري هو حفل الملك عبد الله في بيشة اللي حصلت فيه القصة دي، ولا هو حفل الأمير سلطان جاء زمانه في بيشة واستقبلوه يوم استقبله شاعر من هالبيشة يقول وجودكم ذي اليوم غالية منانا ولذ وحلى من حلى تمرنا، هذه مشاعرنا وهذا ولانا، سمعوا طاعه يا ولا تمر. فلا ادري هو في زيارة حقت عبد الله ولا هي زيارة الامير سلطان الله يرحمهم جميع. المهم جمع العيانه مجموعه، عيانه يطيحون الطير من السماء، قالوا ايش رايكم في الرجال دول؟ قالوا زهروهم، تقدر العيانه بينهم وقدره كبيرهم. قالوا وش تقول في المطر يا ابو فلان؟ قال انا اقول نبي ولا الى مدينه، ساعات خلص كلمته لو والله الانفجار عند المطور، ولو والله يوم أظلم الليل عليهم الربع ذول اللي عيوا على الكهرب، ولا صياحهم وهم يفجعون لهم ذول يبون يشوفون إيش القضية، ويوم يجونهم للبساتهم ظاهرة مع السرندل يمين وشمال وهو جديد دوبها اشتغل ذاك الليل، هذه صابته عين صابته عين. قالوا الحجة البارتة، قال ها تدرون نبكم تشغلون خيمة الشيخ بس، يقولون هالربع ظل عيا على الكهرب الأول، قال أبدأ مد السلك
الكيبل حقكم ولا يهمكم، هو اللي عم خيمكم كله، حسبكم الله على ما انتم في ذنبه. العين حق والدعوة حق. انتبه من دعوة، أول شيء عزيز القوم كبير القوم وطيب الوالدين وحافظ الصلاة وآكل الحلال، اللي ما يأكل إلا حلال، اللي حلاله طيب. والعين انتبه منها، لو تقرأ أذكارك وتوكل على الله ما بتصيبك، ما تصيبك العين وأنت قارئ إن أذكارك ومتوكلين على الله وطالب إن الله بالستر، ما تصيبك بإذن الله. السلام عليكم.